أهلا بكم متابعينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج الملعب. تقريرنا القادم يتحدث عن الأحداث الأخيرة والتصاريح الأخيرة داخل البيت الشبابي. نتابع هذا التقرير الذي رصد ما دار في الأيام الأخيرة في نادي الشباب. الشائعة مفردة تلقى رواجا كبيرا في إعلامنا الرياضي، وصفة غير محببة للكثيرين ممن وصفوا بها، فقد لا يخلو ناد أو مدرب أو لاعب في أنديتنا إلا ولحقت به هذه الأخبار الغير صحيحة، مما يجلب له المتاعب من وراء هذا الخبر وليضطر للنفي في وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة أو المسموعة. وقد يكون الحديث في إعلامنا الرياضي في الأيام الماضية عن نادي الشباب وما حدث بين البلجيكي برودوم واللاعب ناصر الشمراني من خلافات، والتي بررها مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب بأنها شائعات تطارد الشبابيين، ليهدأ بعدها الحديث ولتعود المياه لمجاريها. قبل يومين ظهر ناصر الشمراني عبر شاشة الملعب ليوجه سهامه لإدارة الشبابية. والله شوف، أنا لما أقول برجع الغربية أكيد يعني أنا ماني من أبناء نادي الشباب، يعني نادي الشباب استقطبني زي أي لاعب جابه يعني من برا. فأنا لعبت نادي الشباب وخدمت نادي الشباب، يعني أنا أتوقع يعني ما في لاعب في نادي الشباب فترة الست سنين يعني وقع معاه وكسب، يعني أنا جبت لنادي الشباب مع زملاء اللاعبين أكثر من بطولة، حققت كذا إنجاز، ممكن أعتزف لوحدي يعني ما في شيء يعني. وقدام الملأ أقولها يعني ما علي فحد أنا. الشيء الأخير اللي بقوله يعني، لو يجيبون 100 مهاجم ما راح يغطي عليه، على مستوى الكرة السعودية أتكلم في الدوري ما راح يعني. ولو نقعد 10 سنين قدام ما راح يوصل لأرقام أي لاعب اللي حققته. حتى لو 10 سنوات قادمة قدام. حتى لو اعتزلت. أنا لسه بدري، لسه ما اعتزلت. لسه قدامي سنين. ليأتي الرد من قائد الدفة الشبابية الأستاذ خالد البلطان للشمراني وزملائه في الفريق. لا يوجد لاعب عنده امتيازات، هذا شيء ذكره الإعلام أكثر من مرة، أنا أؤكد لك الشيء في عندي وفي 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 أمانتي، لا يوجد لاعب يحصل على أي امتياز خاص ولا يوجد لاعب. هذا كلام غير صحيح نهائيا، وأرفضه تماما. اللاعب ناصر الشمراني وجميع زملائه يتساوون. ناصر الشمراني خرج عن النص عدة مرات وعوقب وأخذ عقوبته زيه زي أي لاعب. غضبوا منك الإدارة في تصريحك، ربما تكون كاميرا الجوال صحيح؟ صحيح كاميرا الجوال. غضبت الإدارة، خاطبتك في خصومات في اللائحة؟ ما جاني أي شيء. الأمور طيبة؟ الأمور طيبة. وإحنا ما عمرنا أعلننا العقوبات، ولكن أنا مضطر لأنه نغمة ان هناك لاعب هناك مدلل، ما اعتقد اللاعب مدلل جالس احتياط اكثر من 3 أو 4 مباريات. هذا كلام اعتقد عاري عن الصحة. تم تفسير كلام ناصر تفسير خاطئ. ناصر يقول لك بعد في نهاية عقدي او في نهاية انا بعتزل في الغربية، هذا قراره، ولم يتكلم بعد نهاية عقده وعوقب ايضا لانه تحدث عن عقده. هو الحديث عن العقد او الحديث عن هذا اعتقد خاطئ. موضوع ناصر قفل وانهي، ويا ما اكثر من لاعب يشطح بتصريح او يخرج بتصريح خاطئ ويتم معاقبته من ادارته. كل الانديه تصير وكل الامور، ما لا توجد مشاكل. نادي الشباب هو الكيان وهو الاساس وهو لينظم علاقه اي رئيس مع اي لاعب او الجميع. ناصر الشمراني لاعب احترم الفريق وقدم للفريق الشيء الكثير ونجم، ما حد ينكر هذا الكلام. لكن ناصر لازم يعرف ان الشباب والكيان فوق الجميع، فوق حتى خالد الولطان وفوق ناصر الشمراني فوق الجميع. القضية هي تصريح قد فهم خطأ، وأيضا قد خان التعبير ناصر. نادي الشباب نادي كبير، نادي يستطيع أن يصنع مثل ما صنعنا ناصر. ناصر جانا وهو لاعب مش لاعب نجم، وصنع نجوميته في نادي الشباب، احنا نستطيع نصنع اخر واخر. وليؤكد اللاعب بحديثه والرئيس برده بان هناك مشكله حقيقيه اراد بها الشمراني ان تظهر على الملأ والا تبقى في البيت الشبابي.
هذا كان ملخص لما دار كما ذكرنا في الأيام الماضية بين ناصر الشمراني وكذلك رئيس النادي الأستاذ خالد البلطان. شكرا للزميل صالح المرشد اللي عد هذا التقرير. تركي، هو ما في شك يعني واضح اللهجة مختلفة شوي، لكن من حق يعني الكابتن ناصر أن يغرد وحيدا في الأرقام اللي تكلم عنها، لأنه هداف حسم في الفترات السابقة والسنوات القادمة، تحدث عن 6 سنوات. هو يعني الآن يعني يتحدى كل مهاجمين 10 سنوات قدام، لكن ممكن يطلع هدافين زي ما طلع الكابتن ناصر، زي ما قال الأخ خالد البلطان. والخلاف اللي حاصل بين الآن نجم يعني بحجم وزن ناصر، أعتقد أنه يعني أيضا يعني تشوف أنه في خلاف بينهم واضح من اللهجة، لكن أنا أشوف أنه الأستاذ خالد البلطان أيضا يعني مشكورا قدر اللاعب أيضا، وقال أنه اللاعبين كلهم سواسية وأنه اللائحة تطبق على الجميع. وفي تصور الشخصي أنه في تناغم يعني في 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 البيت الشبابي فيما يتعلق في تطبيق اللائحة ومخالفات تطبق اللاعبين، وأيضا فيما يتعلق في الحقوق. أنا أتصور أنه يعني أعتقد أن سحابة صيف يعني بتعدي على الشبابيين، خاصة في قادم الأيام المباراة القادمة بتعدها. لكنه من حق ناصر أن يفتخر برصيده الحقيقي، ومن حقه أن يقول في نهاية وقتي أنا أروح للمكان اللي أبغاه، وأيضا من حق نادي الشباب يقول أنه أنا بعد مثل ما جبت ناصر الشمراني أنا ممكن أجيب لاعب آخر. وهذا عصر الاحتراف الآن، لغة الاحترافي متى ما انتهى عقدك يعني لك الخيار أن تروح في المكان اللي ترتاح فيه. ونجوم كثير راحوا يعني من أندية، وأشهر يعني اللاعبين الآن في الكرة السعودية يمكن الآن على الساحة يعني اللي هو مثلا أسامة هوساوي وأحمد فريدي، كان ما حد يتوقع أنهم يطلعون من فريق الهلال وطلعوا من فريق الهلال، ورغم أن في اتفاق جنتلمان من تحت الطاولة أنهم ما يروحون أو من هالقبيل، صرح فيها أكثر من مصدر هلالي. لكن بشكل عام لم يخطر في بالي أنا كمتابع كرياضي أن يحدث هذا التصريح القوي داخل البيت الشبابي، لأن أعرف أن عقلية الأخ خالد يجمع ما يفرق، رجل يعني ذكي فيما يتعلق في حقوق ناديه، فيما يتعلق في تعامله الإعلامي. لهجة اليوم لسيد خالد فيها يعني لغة مختلفة تجاه يعني أحد أبرز لاعبيه يعني أو أبرز لاعبي فريق الشباب، لكنه قادر يعني أنه يحتوي المشكلة الأخ خالد البلطان يعني. وفرح والله شكل اليوم مختلف مع أبو تركي. أنا أشوف أنه ما هو من حق أي لاعب أيا كان أن يمارس الضغط على ناديه. هي إذا كنت لا تريد أن تلعب في النادي أعلن أنه أنا خلاص أنا ما أقدر ما أبغى ألعب في النادي، وسدد الشرط الجزائي واطلع روح لنادي ثاني. أما تمارس الضغط ولوي الذراع هذه أمر غير مطلوب من أي لاعب. أنت تشوف أنه ضغط ولوي الذراع؟ بالتأكيد ما يحدث أنه أنا لو يجيبون أي لاعب أي مهاجم ما راح يصير زي ناصر الشباب. أولا اللغة فيها تعالي فيها غرور وهذا غير مطلوب، وأتمنى من اللاعبين مثل ما تفضل ما في بداية البرنامج قلنا أنه أمثال ماجد عبد الله وصالح النعيمة وسامي الجابر هذول لاعبين قدوة يجب أن يقتدي بهم النشأ. أتمنى أنه اللاعبين الصغار أو الشباب أن لا يقتدوا بناصر الشمراني فيما قاله أو في ممارسات اللي مارسها تجاه ناديه، ما مارسه أبعد ما يكون عن الاحترافية وعن السلوك اللاعب الرياضي الجيد. بالتأكيد نحفظ له حقوقه أرقامه هداف للدوري هذا هذا أمر ثاني، لكن تمارس لوي الذراع على ناديك وفي الإعلام وتضغط عليه وهو في مرحلة حساسة يبدو أنه قرار خاطئ من ناصر الشمراني. إذا كنت لا تريد أن تلعب في النادي أو وصلت إلى مرحلة تشبع من اللعب في ناديك أعلنها صريحة وتطلع من النادي، يطلع في مؤتمر صحفي يقول أنا قررت يعني مثلا تستشف أنه ناصر الشمراني تشبع من لعب نادي الشباب يريد أن يرحل أيا كان قراره. ولكن أنا ضد الطريقة اللي ظهر فيها، ماني ضد ناصر الشمراني شخصيا، الطريقة اللي ظهر فيها أو طريقته في تعبير عن ما يجول في خاطره أنا ضده. الأسلوب هذا مو أسلوب لاعب محترف. مشكلته مع برودوم أفرزتها أيا كانت مشكلته. أنا بالمناسبة هي ليست لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بموضوع انتقال هوساوي مثلا والفريدي. هوساوي انتقل نادي في بلجيكا ومن بلجيكا انتقل الأهلي بسلاسة ودون ما يضايق ناديه. أحمد فريدي أعلنها صريحة أنا سأنتقل للرقم الأعلى وذهب للرقم الأعلى، أعلنها قبل 6 شهور من انتقاله. يعني هي أشبه ما تكون بانتقال العازمي والحارثي سعد من نادي النصر للهلال. إذا كان في عرض أفضل بنتقل، النصر عرض أقل، الهلال عرض أعلى وانتقل نادي الهلال. ما مارسوا ضغوط على أنديتهم، ما ظهروا في الإعلام وحاولوا يلوون ذراع النادي. هذا ما هذا
ما ظهر من ناصر الشمراني أنا ضده. سوى يعني التصريح اللي الآن طلع فيه هو ما تكلم عن إمارة الضغوط، هو تكلم عن نفسه وعن تاريخه وعن قيمته الفنية ومن حقه كلاعب. لا 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 اللاعب ما يتكلم عن تاريخه. لا لا ليش هو قالك بالأرقام اترك, اترك أنت التاريخ ويسجلك. لا 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 اترك الجمهور هو اللي يقيمك. أبو فرح الفنيين هم اللي يقيمونك. فرح أنت تتكلم عن هذا نوع من الغرور. لا 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 معليش غرور، أنا من حقي، أنا من حقي كلاعب هداف الدوري ومن حقي إني أخاطب الشارع الرياضي أو من خلال سؤال طرح لي. لغة الأستاذ خالد البلطان ولغة الأخ ناصر ترى فيها من الأدب وفيها من الخلق شيء كثير، كل واحد تكلم بما يملك هو من مقومات. يعني ناصر قال لك أنا هداف وصاحب إنجازات ومن حقي أني أنتقل في آخر نهاية عقدي. طيب. الأخ خالد البلطان قال أن إحنا وفق اللائحة عاقبنا الأخ ناصر ويحترم تاريخ الأخ ناصر. ناصر قال أنه ما جاني أي عقوبة. وأضف إلى ذلك أنه رئيس نادي الشباب مؤتمن على لاعبين زي ما قال أبو الوليد وبيدافع عن اللاعبين، لكن بشكل عام لغة الحوار اللي أنا شفتها في شيء يعني ما فيها تعالي أبو تركي. من حقك تفتخر بإنجازاتك، لكن أنه بعشر سنوات حتى أعتزل ما راح يجيبون واحد هذي زي هذه يمكن لو يجيبون أي لاعب. شوف هي معليش لو, شوف لو, شوف لو جاب مثلا لو جاب الشباب ميسي ما هو أفضل منك؟ يعني فيها تعالي يا أخي. أنا معليش أنت تقول فيها تعالي، لكن هو من حقه أن يفتخر بنفسه أمام الملأ، يعني حقه أنه يقول أنا يعني أنا صاحب رقم، أنا صاحب إنجازات، أنا صاحب تاريخ. لا هو ما قال كذا، هو ما قال أنا هداف الدوري ثلاث مرات مثلاً ولا. ليش قال؟ أربع مرات. قال لو يجيب النادي أي لاعب ما راح يصير مثل ناصر الشمراني. هو لغة تحدي، لأن الآن الشباب جاب تيقالي، جاب مهند عسيري، ويظل ناصر الشمراني أيضاً هداف. أنت راه تركي كذا، أنا راه كذا. أحد الرموز طيب. أو اللاعبين المميزين اللي يعني بعد الجيل الذهبي لفريق نادي الشباب اللي يشرب البنان ناصر الشمراني كهداف، هذه حقيقه لازم نعرفها. انا وين راح احمد عطيف قائد الفريق؟ احنا نتكلم لك احد، انا ما قلت لك لا، انا اقول لك انه الجيل الذهبي لفريق نادي الشباب سعيد العويران ومجموعتهم، لكن الان في جيل ذهبي زي عبد عطيف احمد عطيف من اللاعبين، ناصر الشمراني الان يعتبر من جيلهم، في كذا لاعب الان موجود. لكن انا اعتقد انه الاخ اللاعب ناصر الشمراني عنده كاريزما خاصه، وانا احب اللاعب اللي عنده لغه التحدي. طيب. هذا رأي أبو تركي له احترام وتقديره، وأنا قلت رأيي.